هل سجلت طفلك لدى السلطة المدنية؟ شهادة الولادة من المشفى لا تكفي. تسجيل الطفل المولود حديثاً لدى السلطات المدنية في بلد اللجوء سيحميه وسيمكنه من الحصول على خدمات الصحة. والتعليم. وثيقة الولادة الرسمية ستمكن طفلك لاحقاً من إثبات جنسيته السورية والحصول على أوراق ثبوتية سورية، وستمكنه من إثبات نسبه أيضاً، وستحمي وحدة الأسرة عبر إعادته لأهله في حال ابتعد عنهم لأي سبب. سجل طفلك الآن. التسجيل بعد سنة من الولادة يصبح أكثر تعقيداً وبحاجة إلى اللجوء للقضاء. حمايته تبدأ بهويته.